خليني اقول للاستاذ محمود، بعد نتيجه المجهود العظيم اللي ذكره الاستاذ خلف، وزاره الخارجيه الامريكيه قررت مؤخرا رفع القيود عن معاونه عسكريه بقيمه 195 مليون دولار من اموال التمويل العسكري لمصر اللي كانت بتحجزهم على خلفيه ان حقوق الانسان في مصر منتهكه مهدره ومنتهكه، وبعد مسرحيه اتعملت في الكونجرس وادانه للنظام السيسي وده علق السيسي وده اتكلم، في النهايه افرجوا عن ال 195 مليون دولار. تعليق حضرتك. طبعا استاذ محمد انا عايز اكمل في الخيط الحاج بداته، ان احنا برضو المنظمات الحقوقيه هي عباره عن جهاز الارسال اللي لابد من وجوده، لان لو جهاز الارسال ده معطل وما بيرسلش اي اشارات ولا بيرسل اي تقارير ولا بيعمل اي شيء، فبالتالي الانسان اللي في مصر ده ممكن يموت ويتقتل ولا حد يسمع عنه. ده لحضرتك. النقطة الثانية، احنا بنراهن على تغير الظرف السياسي، لان حقوق الانسان بصفة عامة في العالم كله وبصفة خاصة في مصر هي ضحية المواءمات والمصالح السياسية بين الدول. احنا ضحية هذا، احنا كمنظمة حقوقية مدافعين عن حقوق الانسان، مدافعين عن الضحايا المنتهكة حقوقهم في مصر وفي العالم كله، بنقول ان احنا الانسان ده ضحية المواءمة السياسية وضحية المصالح الاقتصادية المشتركة اللي خلت ايطاليا تتخلى عن جوليو روجيني وعن دمه مقابل ان هي تاخد بصالحات وما الى ذلك، وسكتت وماتت قضيه جوليو روجيني وهي قضيه معروفه للعالم كله. احنا لما نيجي هنا دلوقتي حضرتك شيء بالشيء يذكر، نتكلم عن امريكا. امريكا كل سنه في ابريل من كل عام وخلال الخمس سنوات من 2013 حتى 2018 بتصدر تقارير عن الخارجيه الامريكيه عن حاله حقوق الانسان في مصر. ما في تقرير خلال الخمس سنوات دي الا ويحمل إدانات كبيرة لمصر على مستوى انتهاك الحقوق المدنية والسياسية، على مستوى انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فبالتالي الخارجية الأمريكية عارفة كويس جدا جدا أن مصر بيئة حقوق الإنسان فيها ضائعة منتهكة، وعلى الرغم من ذلك بدأ الكونجرس الأمريكي راح جاي مطلع قال لك إحنا هنوقف المعونات عشان حالة حقوق الإنسان، اداله ال 195 مليار وبعدين راح قال ايه بقى؟ مليون مليون اسف، وبعدين قال ايه؟ قال لك زالت المخاوف. كيف زالت المخاوف وانت تقريرك في ابريل الماضي؟ فبالتالي هنا احنا حضرتك يعني ضحيه هذه السياسه، ضحيه هذه المصالح السياسيه، المخاوف لم تكن هي حقوق الانسان، ولكن حقوق الانسان كانت في ايد امريكا بمثابه العصا التي تضغط بها على مصر لتحقيق مآرب اخرى. طيب